معايا ومعاكم أستاذ إبراهيم الشربيني، مقدم برنامج سعادتك معانا. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ إبراهيم. ان شاء الله البرنامج بتاعك هيبقى معانا بعد العيد على طول، صح؟ ان شاء الله ان شاء الله، بس نطلع نخرج من اجازه العيد وهنبتدي بعد العيد على طول مباشر باذن الله. لا انت عشان وحشتنا فعلا، عايزين نشوفك كتير. ربنا يخليك، ربنا يخلي حضرتك. والله حضرتك منور الدنيا، وانا سعيد جدا ان انا بكلم حضرتك دلوقتي، والبرنامج بتاعك ما شاء الله كله تالق وجميل، وان شاء الله يعني اداء جميل خالص باذن الله. شكرا لحضرتك، احنا حبينا بس نقول لك كل سنه وانت طيب ومنتظرين حضرتك يا فندم. شكرا. ان شاء الله ان شاء الله، يعني نخرج من العيد وهنيجي لحضرتك على طول، وبهني القناه وبهني حضرتك كمان مره للبرنامج الجديد، وان شاء الله نشوف بعض على خير باذن الله، نبقى مع بعض في برنامج واحد ان شاء الله باذن ربنا. احصل لي الشرف يا فندم، احصل لي الشرف. شكرا. شكرا فينا. مع السلامه. سلام.